حبايبي طلاب الصف الخامس، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله عندنا موضوع جديد اللي هو المربع الكامل والجذر التربيعي. راح ناخذ يعني شنو مربع كامل، يعني شنو جذر تربيعي. اول شيء انتبهوا عليه، على تعريف المربع الكامل هو العدد الذي يساوي حاصل ضرب العامل في نفسه. يعني شنو؟ يعني عندي احد عوامل العدد، اخذ العامل اضربه في نفسه يطلع لي مربع كامل. اخذ بعض الامثله حول اجد مربعات الاعداد. مثلا عندي مربع العدد 5، هو قايل لي انه جد مربع العدد 5. يعني شنو مربع العدد 5؟ يعني 5 اس 2، مثل ما اخذناها بدرس السابق انه مرفوع على الاس 2. يعني شنو معناها 5 اس 2؟ كم مره انا ضربها 5؟ يعني 5 في 5 شو يساوي لي؟ يساوي لي 25. معناها ال25 ايش قد المربع العدد مالتها؟ انه 5 اس 2 ناتج هجب 5 اس 2 ايش قد يطلع لي؟ 25. هسه العدد مربع العدد 8، اللي هي شنو هي مربع العدد؟ معناها شنو؟ مربع، من كلمة مربع يعني 8 اس 2، هي يعني الاثنين ترمز لي للمربع العدد. معناها بني يقول لي مربع العدد 8، 8 اس 2. الثمانية أس 2 شلون أنا إذا أرجعها؟ من جاية؟ جاية من حاصل ضرب 8 في 8 إيش قد؟ 64. معناها شنو؟ أنا مربع جدت مربع العدد 8 شنو؟ قلت 8 تربيع أو 8 أس 2 مربع نرمز لها بالتربيع أو 8 أس 2 مثل ما أخذناها بالدرس السابق. 8 أس 2 من جاية؟ من جاية ضرب 8 في 8 اللي هي إيش قد؟ 64. هسا مربع العدد 10، 10 أس إيش قد؟ 10 أس 2 أو 10 تربيع. يا أما أقول أنا 10 أس 2 أو 10 تربيع. يعني شنو؟ 10 في 10. أنا مو قايلة إنه أخذ يعني واحد من عدها وأحسب كم واحد؟ 1 2. شوفوا إذا يعني 3 يعني تصير 10 أس 3، بس هي ما دام مربعة معناها شنو؟ 10 أس 2، 10 في 10 شو يطلع لي؟ يطلع لي 100. هاي وجدت مربعات الأعداد، إنه كل عدد التربيع. يعني حسب التعريف مالتي إنه وجدت المربع الكامل اللي هو شو قلت؟ قلت هو العدد اللي يساوي حاصل ضرب العامل في نفسه. يعني العامل هاي 5 بيش ضربتها بنفسها، 8 بيش ضربتها بنفسها، والعشرة أيضا بنفسها. زين أنا 100 إذا أريد هو شنو درس ماتي؟ مربع كامل وجذر تربيعي. أنا عرفت شلون أطلع المربع الكامل. الجذر التربيعي يعني شنو؟ شوفوا إحنا نأخذ الرمز أول شيء مال الجذر التربيعي. رمز الجذر التربيعي شبه رمز القسمة بس بالعكس. هذا رمز الجذر التربيعي، عليه هنا علامة التربيع اللي هي الاثنين. رمز الجذر التربيعي هذا وهو اسمه جذر تربيعي، معناها شنو؟ أكو فوقه أكو اثنين. هي التربيع معناها شنو؟ اثنين. إذا أقول لك الجذر التربيعي للمية، أنا هسه المية المربع مالتها إيش قد؟ 10. معناها الجذر التربيعي مالتها إيش قد؟ إيش تساوي؟ تساوي 10. إذا أخذ الجذر التربيعي للأربعة وستين، هاي الجذر التربيعي للأربعة وستين، هنا لازم شو أحط؟ أحط هنا 2، يعني هو جذر تربيعي. إيش قد طلعتها هاي الأربعة وستين؟ إيش قد؟ إذا أرجعها لأصلها، أصلها شنو؟ 8. إذا الجذر التربيعي للعدد 25، هنا أكو تربيع. الخمسة وعشرين منين جاية؟ من حاصل ضرب 5 في 5، معناها ايش قد الجذر التربيعي مال 25؟ 5. الجذر التربيعي لمن؟ للتسعة وأربعين، هاي التسعة وأربعين. أشوف التسعة وأربعين هاي التربيع مالها، التسعة وأربعين منين جاية؟ إنه حاصل ضرب ايش قد في ايش قد؟ إنه العدد في نفسه. من أجد حاصل ضرب العدد في نفسه، التسعة وأربعين منين جاية؟ مو جاية من حاصل ضرب 7 في 7، معناها شنو؟ معناها 7 تربيع. ايش قد يعني التسعة وأربعين جذر تربيعي؟ حبايبي هاي الجذور التربيعية بالنسبة للأعداد الصغيرة، اللي هو أعرف أنا منين جاية من حاصل ضرب العدد في نفسه، إنه 100 منين جاية، والأربعة وستين منين جاية، والخمسة وعشرين، وأيضا 49. هاي أمثلة أعداد صغيرة. زين إذا عندي مثلا أعداد كبيرة أريد أطلع الجذر التربيعي إلهم، مثلا عندي العدد اللي هو 196، شلون أجد الجذر التربيعي؟ مثلا يقول الجذر التربيعي للعدد 196، مثل ما تعلمناها بالدروس السابقة إنه بطريقة التحليل، أحلل العدد أشوفه منين جاي هذا العدد. أول شيء الآحاد مالته شنو هو؟ زوجي أو فردي؟ آحاد زوجي. على شقد أحلله؟ أخذه على 2، إنه أقول 1 كم 2 ما بيها 19 كم 2 بيها قريبة لل 19 اللي هي 18، 18 يعني شقد؟ يعني 9.
انه 9 في 2 18 قد يبقى؟ يبقى لي 1. احطها بصف الستة ايش قد يصير عندي العدد 16؟ كم 2 بيها 8 ايضا بقى احد مات شنو زوجي اخذ ايضا على 2. ابدي من اصغر رقم اللي هو 2. 9 كم 2 بيها ايش قد؟ 4. ايش قد يبقى من العدد؟ يبقى لي 1. ايش قد؟ 49 يصير لي 18 كم 2؟ 9. 49 قلت اي ال 49 ما تقبل، بس شوفي في الثانية اخذتها ال 49 بس علي ما تقبل انه جاي من حاصل ضرب 7 في 7 فقط على 7. انه 49 كم 7 بها 7 و7 اخذها على نفسها لانه هي عدد اولي، يطلع الناتج هنا بالاخير 1. بالجذر التربيعي انا هسه اريد اجد انه هذا الجذر مال 196 ايش قد. انا طلعت جذر 100 مثلا 10 وجذر 64 8. اريد جذر هذا هسه مثلا اذا ارسمه اقول جذر 196 هذا الجذر التربيعي 196 ايش قد اطلع ايش يساوي لي؟ كل رقمين متشابهات حاخذهن مره واحده، وكل رقمين متشابهات اخذهن مره واحده. 7 هنا شنو اكو علامه؟ علامه ضرب. شو يساوي لي؟ 2 في 7 14. انا قلت بالجذر التربيعي انه كل اثنين متشابهات اخذ معدهن وحده، يعني اثنين اثنينات اخذت وحده واثنين سبعات اخذت 7 وحده، واضرب 7 في 2 شو يعطيني؟ ينطيني 14. معناها الجذر التربيعي لل 196 ايش قد؟ 14. اجي اتاكد انه اذا ارجع هذا المربع كامل انه يطلع لي 196 مربع كامل، قلت شو اسوي لها؟ انه اخذها تربيع ل 14 تربيع. معناها شو يساوي؟ 14 ضرب يساوي لنا 14 في 14 اذا اضربها يطلع لي العدد 196. هاي طريقة التحليل انه استخرج اذا قايل لي جد مربع او جد الجذر التربيعي. هذا الجذر اسمه التربيعي للعدد 196. هو ايش قد الجذر التربيعي للعدد 196؟ 14. بس انتبهوا يا ماما راح نحل تمارين اتاكد صفحة 131. اللي ما افتهم علي بشرح حتى يفتهم وياي من راح اعيد الشرح ويا التمارين من نحلها سويا. اول شيء قولي السؤال الاول يقولي اجد مربعات الاعداد التالية. رايد ما عندي المربعات، ما رايد ما عندي الجذر التربيعي، لا مربعات. يعني شنو مربعات؟ يعني قلنا العدد انه شبي اضربه فيه نفسه، يعني العدد 6 اس 2. التسعة شنية؟ اللي هي 9 اس 2. طبعا هاي اجد الناتج هسه هنا بس دارد شنو اشوف احولهن مربعات. وال 12 12 اس 2. ال 6 اس 2 سويتها اني مربعة، شو اسوي لها هسه؟ اجد الناتج انه اخذها اضربها في نفسها انه 6 في 6 كل اثنين نعرف 6 في 6 ايش قد؟ 36. انه اخذت العدد ضربته في نفسه، اول شيء سويته تربيع ايش يسوي لي؟ يساوي لي 36. ايضا التسعة، التسعة شنو؟ مربع التسعة شنو؟ يعني 9 تربيع، يعني 9 في 9 هذا العدد في نفسه ويساوي 9 في 9 81. مربع العدد 12 شنو؟ 12 تربيع، وتعني العدد في نفسه 12 في 12. اخذها 12 في 12 على حده 12 في 12 انه 2 في 2 ايش يساوي؟ 4. 2 في 1 هنا زائد 0 1 2 1 في 1 انه ايش قد طلع لي الناتج؟ 144. وجدت مربعات العدد انه شنو؟ 6 و9 و12. انه ايش سويت لهن؟ وجدت اعدادهن، وجدت انه اعدادهن انه المربعه اللي هي 6 تربيع وحاصل ضرب العدد في نفسه، وال9 تربيع ايضا حاصل ضرب ال9 في 9 يعني عدد في نفسه، وال12 تربيع ايضا حاصل ضرب العدد في نفسه. اما عندي الجزء الثاني من السؤال اللي هو يقول لي اجد ناتج مايتي، هو منطيني اياه للعدد مربعه، يعني شو اسوي له؟ يعني اخذه ارسم بس اجد الناتج انه 7 تربيع من جايه من جايه من حاصل ضرب 7 في 7، 7 في 7 ايش قد يطلع لي؟ 49. هو قايل لي مطينيها مربعه. اما 11 جايه من حاصل ضرب 11 في 11 اخذها على حده اضرب 11 في 11 انه 1 1 زائد 0 ايش قد يطلع لي الناتج؟ 1 2 1. انه ايش قد طلع لي عدد؟ 121. انه حاصل ضرب 11 في 11 121. اما 13، 13 تربيع شنو؟ 13 في 13 يعني العدد في نفسه انه 13 في 13 اخذ اضربها على صفحة 3 في 3 9 3 في 1 3 زائد 0 3 1 9 6 1 يطلع العدد 100.
69 انه شنو اخذ كل عدد. شوفوني انا هو مطيني اياه تربيع، اخذ كل عدد اضربه في نفسه، ما دام اشارة التربيع دا اشوفها قدامي معناها العدد فيه نفسه، او يقول لي بالسؤال شنو اجد مربعات الاعداد، معناها شنو 6 تربيع او 9 تربيع او 12 تربيع. هسه نكمل حل، انه عندي السؤال اللي بعده يقول لي اجد الجذر التربيعي لكل عدد مما ياتي. الجذر التربيعي شنو يعني الجذر التربيعي؟ يعني معناها شو اسوي؟ استخدم طريقة التحليل، انه اخذ التسعة احللها، تسعة عدد فردي قد اخذها على شقد؟ على ثلاثة، بها ثلاثة، ثلاثة لانه عدد اول ياخذ على نفسه، معناها يطلع واحد. كل اثنين انا قلت شو اخذهن واحد، كل اثنين اطلع منهن واحد، معناها شقد الناتج؟ الجذر التربيعي، هاي الجذر التربيعي للعدد تسعة شو يساوي لي؟ يساوي لي ثلاثة. رقم 8 ل 64 هم ايضا شنو استخدم؟ استخدمها بطريقة التحليل. بما انه 6 كم 2 بيها 3 و 4 كم 2 بيها 2 و 3 لانه احدها بعد زوجي، 3 كم 2 بيها 1 يبقى 1 حطيته بصفر 2، 12 كم 2 بيها 6 اخذها ايضا على شقد؟ على 2 لانه احدها شبيه احدها عدد زوجي، انه 16 كم 2 بيها 8 وبقت ال 8 زوجية اخذها ايضا على 2، 8 كم 2 بيها 4 بعدها الأربعة زوجية أخذها شنو؟ على 2، 4 كم 2 بيها 2 والأخير أخذها على 2، يبقى الناتج يطلع لي 1. كل 2 متشابهات أخذ منهن وحدة، كل 2 متشابهات أخذ منهن وحدة، وكل 2 متشابهات أخذ منهن وحدة، إنه هنا أنا شنو أكو علامة ضرب، 2 في 2 4، 4 في 2 شكد يطلع لي الناتج؟ 8. إذا الجذر التربيعي لل 64 شنو يعني جذر التربيع ل 64 قد طلع لي؟ طلع لي 8. اخذ ال 100 ايضا بطريقه شنو؟ طريقه التحليل. ال 100 احدها شنو زوجي؟ اخذها على 2، 1 كم 2 ما بيها 5 كم 10 كم 2 بيها 5، والصفر ينزل انه بقت عدد زوجي. 50 كم 2 اللي هي 5 كم 2 بيها 2، يعني 2 في 2 4 يبقى 1 احطه هنا 25. 25 كم 2 انه 10 كم 2 قصدي بها 5، صار احادها شنو؟ احادها 5. انا قلت الاعداد اللي احادها 5 شقد اخذها على شقد؟ اخذها على 5، انه 25 كم 5 بها 5، وايضا 5 كم 5 لانه 5 تقبل بس على نفسها باعتبارها عدد اولي، 5 كم 5 بها 1، كل 2 اخذ من عندها وحده، كل 2 اخذ من عندها وحده، انه 5 شنو ليش واحد؟ 5، 2 في 5 هنا شنو اكو؟ اكو علامة ضرب، 2 في 5 شقد يطلع لي؟ 10. انه الجذر التربيعي لل 100، الجذر التربيعي لل 100 شو يساوي لي؟ يساوي لي 10. نقطة 10 عندي العدد 121. العدد 121 ايضا اجده بشنو؟ بطريقة التحليل. انتبه احد زوجي؟ لا، مجموع اعداده اذا اجمع 1 و 2 3 و 1 4 ما تقبل قسمة على 5. زين، انه احد صفر؟ لا، احد خمسة؟ لا، ما يقبل هذا القسمة لا على 10 ولا على 5. ال 121 تعتبر اعداد خاصة تقبل القسمة انه فقط على 11. 121 من ضمن الاعداد الخاصة انه تقبل القسمة او مو تقبل القسمة، اللي هي تقبل التحليل العدد، هي نفس القسمة تحليل العدد 121 فقط على 11. نقول 12 كم 11 مو بها 1 يبقى 1، 11 كم 11 بها 1، وال11 انه 11 كم 11 بها 1، انه كل 2 اخذ من عندها 1، معناها الجذر التربيعي لل121، الجذر التربيعي لل121 ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 11. ايضا ال169 انه اختبر اخذها شنو اسوي لها؟ احللها، احللها حتى شو اسوي؟ اجد الجذر التربيعي للعدد. 169 انه اشوف احادها زوجي؟ لا، انه مجموع اعدادها الثلاثه انه 16 يطلع لي. من ضمن جدول ضرب الثلاثه؟ لا، مو من ضمن جدول الثلاثه. انه احادها صفر؟ لا، احادها خمسه؟ لا. ايضا هاي تعتبر من ضمن الاعداد الخاصه، يعني تقدرون تحفظون انه ال 121 فقط على 11، وال 169 على شقد اخذها؟ فقط على 13. بس العدد 169 يقبل على 13، والعدد 121 تقبل على 11. اقول 16 كم 13 بيها 1،
اخذها على شقد قلت احللها بيها شقد بيها عفوا 16 كم 13 بيها 1 هنا شقد يبقى لي قالي 3 39 كم 13 يبقى بيها 3 ايضا اخذها على شقد على 13 2 13 متقبل القسمه فقط على نفسها انه 13 كم 13 بيها 1 اعيد 169 اخذها على شقد فقط على 13 16 كم 13 بها 1 ويبقى لي شقد 3 احطها بصف 9 39 كم 13 بها 3 13 على شقد اقسمها او على شقد احللها فقط على نفسها لانه تعتبر هي ايضا من ضمن الاعداد الاوليه تقبل القسم فقط على نفسها كل 2 اخذ معدها 1 معناها الجذر التربيعي لل 169 اللي هي يطلع لي شنو 13 اجي على العدد شقد 400 ال 400 انه احدها توجي اي اخذها على شقد على 2 4 كم 2 بها 2 والاصفار تنزل ايضا على 2 2 كم 2 بها 1 والاصفار تنزل ايضا على 2 10 كم 2 بها 5 والصفر ينزل ايضا على شقد على 2 5 كم 2 نطول خط التحليل 5 كم شوفوا اني اقدر اخذها من البدايه على 10 بس اني قلت بالتحليل نبدي من اصغر رقم اللي هو شنو 2 نحلل على 2 خلي يصير طويل عندي التحليل بس مو رأسا تختصر وياه تبدو لي على 10 5 كم 2 بها شقد بها 2 ويبقى لي 1 10 كم 2 بها 5 25 على شقد تقبل على 5 25 كم 5 بها 5 و5 كم 5 بها 1 كل 2 اخذ معدها 1 كل 2 اخذ معدها 1 كل 2 اخذ معدها 1 شنو اكو بيناتهن بيناتهن اشارة ضرب 2 في 2 في 5 2 في 2 4 في 5 شقد 4 في 5 يطلع لي الناتج 20 انه شنو هسه الجذر التربيعي لل 400 جذر التربيعي لل 400 شقد يطلع لي 20 هسه شوفوا يا السؤال اللي بعده يقول لي اي من الاعداد الثانيه مربع كامل هو هسه سائلني منطيني اعداد وقايل لي هاي الاعداد هي تمثل مربع كامل او لا مو قايل لي جد مربع الاعداد لا معناها تعريف اني ارجع لتعريف المربع الكامل انه شنو تعريفه انه هو العدد الذي يساوي حاصل ضرب العامل في نفسه معناها اشوف هذا الاربعة جاية من حاصل ضرب عوامل اثنين في نفسها انه شقد في شقد اضرب يطلع لي اربعة بس لازم العدد نفسه يعني صحيح انه الاثنين في اثنين يعني شنو يعني جاية اثنين اثنين في اثنين تربيع اثنين في اثنين عفوا يعني اربعة معناها شقد يطلع لي اثنين تربيع من اخذ 2 تربع ايش يطلع لي يطلع لي 4 معناها شنو يمثل لي العدد 4 مربع كامل انه لانه جايب حاصل ضرب العدد في نفسه انه 2 في 2 اما 36 انتبه للعدد 36 من جاي حاصل ضرب العدد في نفسه او العامل في نفسه انه صحيح جاي حاصل ضرب 6 في 6 يعني شنو يعني 6 تربع العامل في نفسه اذا شو يمثل لي يمثل لي مربع كامل شلون اشوف هسه العدد فيه نفسه وهنا أنا ايضا العدد فيه نفسه كلها تمثل لي مربع كامل اشوف 75 عندي عددين انه ما 75 انه هاي مربع كامل ام لا انه جايه من حاصل ضرب العدد في نفسه انا ما اعرف انه شلون اجد انه هاي 36 بالله احنا حافظيها من جدول ضرب والاربعه ايضا حافظيها من جدول ضرب اما ال 75 شلون اعرفها تمثل لي مربع كامل او لا اجي شو اسوي لها طريقه ايضا شنو طريقه التحليل انه على شقد احللها ما دام احدها 5 على شقد اخذها على 5 7 كم 5 بها 1 شقد يبقى لي 2 25 كم 5 بها 5 15 ايضا على شقد على 5 15 كم 5 بها 3 3 على شقد اخذها على 3 يطلع لي العدد 1 حللت العدد انا هسه شنو ال 75 اشوف كل 2 انا قلت شو اسوي اخذ كل 2 سويه 5 زين ال 3 وياها احد حتى اخذها لا ال 3 وحدها معناها هذا يمثل لي انتم تشوفون انه عددين انا دا اضربهن لا عددين متشابهات لا ما موجودة انه الثلاثة او لازم يعني مثلا انه تحصل ضرب 5 في 5 او 3 في 3 ما عندي انه اعداد متشابهة اضربها تطلع لي 75 انه عدد هذا الشيء يمثل المربع كامل كلا العدد لا يمثل مربع كامل معناها شنو ما جاي من حاصل ضرب العدد في نفسه او العامل في نفسه. تم الحل.
عندي النقطة 16، يقول لي قاعة أفراح مربعة الشكل مساحتها 225 متر مربع، ما طول ضلع القاعة؟ منطيني مساحة الشكل، يريد طول ضلع القاعة. لنفرض أنا عندي هو يا نقطة السؤال نقطة 16، هاي نقطة 16، عندي قاعة شلون شكلها؟ مربعة الشكل مساحتها ايش قد؟ مساحتها 225، رايد طول ضلع القاعة. أنا بالمربع أعرف أنه جميع أضلاع المربع شبيهة متساوية، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع، معناها إذا أجد ضلع واحد معناها كل الأضلاع نفسه. أنا شلون أجد طول الضلع؟ أنه أخذها بطريقة شنو؟ أخذها بطريقة التحليل. عندي 225 أحللها أجد حتى طول ضلع القاعة، أخذها على شقد؟ على 5، لأنه أحدها شبيه أحدها 5، 5 نقول 2 كم 5؟ ما بيها 22 كم 5؟ بيها 4 لأن 20 تبقى 2، أحطها وين؟ بصف 5، 25 كم 2؟ بيها 5، 45 أحدها أيضا شبيه 5، أخذ على شقد؟ على 5، 45 كلها كم 5؟ بيها 9، 9 على شقد؟ أخذها على 3، 9 كم 3؟ بيها 3، والثلاثة على شقد؟ أخذها على نفسها حتى يطلع لي العدد 1. زين، كل 2 أنا شقلت؟ كل 2 أخذ من عندهن وحدة، كل 2 أخذ من عندهن وحدة، معناها 5 في 3 شي يطلع لي؟ يطلع لي 15. إذن الجذر التربيعي للعدد 225 يطلع لي 15، وهو يمثل طول ضلع القاعة. معناها شنو طول ضلع القاعة؟ هذا هنا شو يساوي؟ هنا 15، وهنا 15، وهنا 15، وهنا 15. إذن طول ضلع القاعة شو يساوي لي؟ يساوي لي 15. من أخذها عن طريق شلون وجدتها أنا؟ عن طريق التحليل. السؤال اللي وراء، كيف أجد طول سياج أريد وضعه حول قطعة أرض أيضا شبيهة مربعة الشكل مساحتها شنو؟ مساحتها 100 متر مربع. إحنا عرفنا شلون حل 100 معناها 100 من جاية من حاصل ضرب شقد في شقد؟ حاصل ضرب إنه 10 في 10 يطلع لي العدد 100. هسا على أحل أجد مربعات الأعداد التالية. مربع العدد يعني شنو؟ يعني 7 تربيع. طبعا هاي أنا أريدكم أنتوا تحلوها، إنه 7 تربيع إيش يطلع لي؟ يطلع لي العدد 49. هسا هنا أنا أريدكم، هاي من عندكم واجب إنه تحلوا ليها مربع الأعداد التالي، إنه 11 تربيع. شلون نجد مربع الأعداد التالية؟ وأيضا هاي إنه 20 تربيع شلون توجدوا ليها؟ 18 تربيع. هاي راح تعتبر واجب لكم، نقطة 18 21 22، والجذر التربيعي للأعداد التالية اللي هي 625 و196. 625 الجذر التربيعي، هاي الجذر التربيعي ل625، والجذر التربيعي ل196. هسه واجبكم شنو؟ واجبكم نقطة 18 وال21 وال22 وال23 وال24. هذني واجب لكم، أيضا تكتبوا ليهن طبعا بالدفتر وتحلوا ليهن وتجزوا ليهن، وأني أي شيء موجودة أجابكم وأسألكم. بس شوية راح أعيد لكم هسه، هواية سألوني حول طريقة الشجرة، شلون أجد أني عوامل العدد باستخدام طريقة الشجرة. هسه أنا قدامكم هذا عندي العدد 225، 225 أني شلون هسه حللتها؟ حللتها 45، من أخذتها من طلعت لي 45؟ من ضربت، من قسمت على 5 طلع لي 45. أنا أخذ 225، قلت أسوي لها غصنين أو فرعين مع الشجرة، 45 و5، 5 بعد بيها غصنين تطلع لي من حاصل ضرب رقم في رقم يطلع لي 5؟ لا، هي بس الواحد في 5 يطلع لي 5. أما 45 أيضا جاية من حاصل ضرب عددين اللي هي 9 و5، مو أخذ 9 في 5 يطلع لي 45، 9 و5 هسه هاي 5 الثانية موجودة أقدر أخذها من حاصل ضرب عددين؟ لا، هي فقط 5 في 1. 9 جاية من حاصل ضرب العددين اللي هي 3 في 3، مو يطلع لي 9. هسه هنا 3 بعد موجودة أقدر أحللها أو أقدر أشوفها جاية من حاصل ضرب عدد في عدد آخر؟ لا، مو موجودة. معناها كم 3 عندي؟ 2، 3 أس 2. وكم 5 عندي؟ هاي 2 في 5 أس 2. هنا أنا هسه سويتها 205، هاي قدامكم هسه أنا سويتها 225 إنه عن طريق الشجرة. وهنا أنا مثلا هذا عندي العدد 75، أخذ العدد 75 أسوي له غصنين ما شجر، أشوفه مين جاي، أشوف العامل أنا اللي أخذته أول واحد اللي هو 5 ال15 ويا 5، هاي أضم هذاني البقية، بس ال15 ويا
الخمسة فقط أول اثنين أخذه إنه هو 75 أخذه من حاصل ضرب 15 في 5 5 قلت بيها فرعين لا ما بيها أمر 15 أي بيها فرعين اللي هي 3 ويا الخمسة من أخذ 3 في 5 شي يطلع العدد 15 الثلاثة أقدر أطلع لها فرعين بعد لا ما بيها والخمسة أي بيها فرعين اللي هي اثنينات يعني ما أقدر أطلع لهن بعد فرعين اللي هي 3 في كم مرة 5 متكررة مرتين معناها 5 أس 2 يطلع من أخذ 3 في 5 أس 2 شي يطلع العدد 75 هاي طريقة هاي شوية هيك مراجعة سريعة بطريقة الشجرة إنه فقط انتبه على أول عدد أنا قسمت عليه أو حللت عليه والناتج مال أول عدد طلع لي أما عرفت واجبكم إن شاء الله اللي هو نقطة أعيد لكم إياه 18 و21 و22 وال23 وال24 كم نقطة؟ 5 نقاط وأتمنى هنا نفتهمتوا الدرس هو سهل بس يرهل شوية انتباه وتركيز وكلش مهم هذا موضوع المربع الكامل والجذر التربيع وإن شاء الله إذا أكو سؤال أو ما افتهمتوا شيء دزوليا وعيد لكم اياه واتمنى من عندكم ان هنا افتهمتوا الدرس وشكرا لكم.